آلاف الكتب جمعها هذا الرجل من صناديق القمامة. أمضى ما يزيد عن 20 عاماً في هذه المهمة الغريبة ليحول منزله إلى مكتبة عامة مجانية. خوسيه ألبرتو سائق شاحنة نفايات في العاصمة الكولومبية بوغوتا، وقعت عينه عام 1997 على كتاب ملقى في إحدى حاويات القمامة، فقرر الاحتفاظ به وبكل الكتب التي يصادفها في هذه الصناديق أثناء فترة عمله. وفي عام 2000 قرر خوسيه وزوجته تحويل الطابق الأول من المنزل إلى مكتبة عامة أطلقا عليها اسم قوة الكلمات. ربما هي المكتبة الأولى في العالم التي تقدم الكتب مجاناً لمن يأتون لاستعارتها. ذاع صيت خوسيه في أنحاء كولومبيا وخارجها حتى أنه لقب بسيد الكتب، وامتلأت مكتبته بالروايات والقصص وكتب الشعر والكتب التعليمية، وأصبح يتلقى الآلاف من الكتب كتبرعات لمكتبته، وتصله دعوات لحضور معارض الكتاب في المكسيك وتشيلي وغيرها من الدول. لكن البداية كانت من صندوق قمامه.